أكدت مصادر رفيعة المستوى في مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين أن الرصد الميداني المتواصل والعمليات الاستباقية أفقدت داعش الإرهابي الكثير من عناصر القوة والمناورة، ما أجبره على التخفي في المناطق النائية وتنفيذ عمليات إجرامية لجذب الأنظار الإعلامية، مشيرة إلى غلق المنافذ على تفكير الإرهابيين باستهداف مدن المحافظة. وطمأنت الدوائر الاستخباراتية المواطنين بانحسار خطر داعش مع مواصلة جهودها الميدانية وعيونها الاستخبارية لاقتلاع المتبقي من جذور الإرهابيين عبر خلايا نائمة في مناطق متباعدة، مؤكدة أن فكرة السيطرة على أمتار من المدن باتت من الأوهام البعيدة المنال، مطالبة المواطنين بشراكة أوسع لتعزيز السلم الأهلي.